أكدت الحكومة أنه سيتم الأربعاء والخميس صرف الدفعة الثالثة من المرحلة السادسة من مبادرة السداد النقدي الفوري ل 744 شركة مصدرة بإجمالي مساندة تبلغ نحو 4 مليارات جنيه، لتصبح قيمة المساندة عن كامل المرحلة السادسة ما يقرب من 12 مليار جنيه ل 1558 شركة مصدرة. كانت الحكومة قد وافقت على زيادة مخصصات المرحلة السادسة من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين بقيمة 2 ملياري جنيه، لتصبح 12 مليار جنيه بدلا من 10 مليارات جنيه، على نحو يسهم في تعزيز استفادة مجتمع الأعمال والشركات المصدرة من المبادرة، ما يعظم فرص التوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.